هؤلاء الأفراد يعني أنهم لا يبذلون جهودا من أجل يعني من خلالها تم تنظيم هذه الندوه القيمه. شكر موصول كذلك للساده الاساتذه على مداخلتهم القيمه بخصوص موضوع مجال التراث باقليم الضطا. فقط يعني ما اثارني هو ان في اطار الدوره الرابعه لمهرجان لمهرجان أصدقاء الواحة قمنا بيوم تنظيمي وتحسيسي لفائدة الكسابة والفلاحة. هذا اليوم التحسيسي عندنا فيه جوج عروض. العرض الأول كان كيهم المساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، والعرض الثاني كيهم الطرق التقنية لتربية غنم سلالة الدمان. طبعا في خلال هذه العروض كان هناك يعني مؤطرين اللي اطروا هذه العروض، وايضا تدخلات من طرف الفلاحين والكسابه اللي كتهم يعني المشاكل اللي كتعيقهم في انجاح، سواء يعني انجاح يعني الضيعات ديالهم او تربيه المواشي ديالهم. الضيعه العربيه من جمعيه البسمه للتضامن والشؤون الاجتماعيه، اول مره صراحه كنجي لهذا المهرجان، وبصراحه عجبني لواحد الدرجه اللي ما يتصورش، لانه كان تمزجت فيه عنده مزيج بين الفولكلور، بين مثلا هذه الندوه الصحفيه اللي حضرنا لها كانت مثلا في المستوى ما شاء الله عليهم، ونتمنى لهم مسيره موفقه. وشكرا على الزياره، نتمنوها تكرر الزيارات مره اخرى ان شاء الله، وشكرا. السلام عليكم، معكم إلهام ميسوم، مشاركه كعضوه في تعاونيه الوئام. جينا لهنايا باش نديروا تكوين، يعني نستفدوا من تربيه الدمام، يعني كيفاش كتم التربيه ديالهم. على سبيل المثال يعني نقول لكم الميليو دو في ديالهم كيفاش خصو يكون، الاليمونطاسيون ديالهم حتى هي يعني بعض المرات كنرتكبوا اخطاء. مزيان اننا نحضروا بحال هاد الدورات التكوينيه باش اننا نستافدوا وما نعاودوش نرتكبوهم مره اخرى، حيتاش تربيه الدمان ماشي شي حاجه سهله، يعني كتبغي واحد شويه ديال الكفاءه وتجربه في الميدان، وكتبغي منا ايضا واحد تكون فينا واحد المثابره، يعني واحد الانيشيتيف باش اننا ان شاء الله نزيدوا لقدام في هاد تربيه الدمان، حيتاش يستحقوا اننا نمشيو بهم بعيد ان شاء الله من القدام ان شاء الله. شكرا. شكرا إلهام. وضاد رشيد من دوار نطفيان، عضو في لجنه لانوك تربيه الاغنام والمعيز. استدعينا من طرف وزاره الفلاحه باش نديروا واحد التكوين بالنسبه لكيفيه الاستفاده من الشباك الوحيد، وكيفيه التعامل مع الاداره من ناحيه الوثائق وداك الشيء. والعرض الثاني كيهم كيفيه التسمين والرفع من المردوديات ديال الاغنام والمعيز. هادشي كيوقع قلنا ان حنا اللي هي تروس ومضيق والطنجره. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.